عملنا عملية القرعة ما بين القائمات المترشحة على صفاقس واحد. تعرفوا بلي عندنا 52 قائمة مترشحة على صفاقس واحد. في خلال الحملة الانتخابية فما حصص للتعبير المباشر على وسائل الإعلام المرئية. اليوم احنا عملنا القرعة هذه باش نعملوا الترتيب ما بين القائمات المترشحة على صفاقس واحد، شكون مش تظهر الأولى الثانية الثالثة حتى 52. وهذه العملية هذه سبقتها اليوم عملية متاع قرعة صارت على المستوى الوطني ليعطي الترتيب ما بين الهيئات الفرعية. معناتها احنا عندنا 33 هيئة للانتخابات، 27 على المستوى الوطني و6 هيئات خارج الوطن. صارت عملية قرعة ما بين ترتيب ما بين الهيئات الفرعية، وبعدين عندنا ترتيب في وسط الهيئة الفرعية ما بين القائمات المترشحة لكل هيئة. هذوما التسجيل مش يبدا من نهار 4 سبتمبر، واحنا ملزمين باش نعمل القرعه هذه 3 ايام قبل ما تبدا حصص التسجيل. اليوم كما تعرفوا بحضور احد الساده العدول المنافذين باشرت الهيئه الفرعيه صفاقس 2 عمليه القرعه بين القائمات المترشحه والتي يبلغ عددها 45 قائمه للتعريف ببرنامجهم الانتخابي سواء داخل الإذاعة الوطنية أو مع التلفزة الوطنية صورة وصوت. ثم تقريبا 6 قائمات تم إسقاطها، 5 قائمات التجأت إلى القضاء في طور ابتدائي، و3 قائمات من الخمسة مارست حقها في الطعن في الاستئناف لدى الدائرة الاستئنافية الإدارية، والحمد لله القضاء أنصف الهيئة الفرعية وقضاء بصحة القرار الإسقاط هذين.